هلو، اذا انتم بتحبوا البلزاميك حفرجيكم كيف تعملوا بلزاميك دريسنج كتير طيبه، بدكم زيت زيتون، فيري جود بلزاميك ومطار ديجون. الكور اليمنت الاساس تبع هاي الصوص هو بلزاميك يكون كتير منيح. استعملت انا ابل بلزاميك كريم، سمعين فيه بودور، عنده ابل بلزاميك كريم. السويتنس تاعت الابل لما تنخلط مع الديجون اللي هو حاد تخلقوا اميزنج بالانس، اميزنج صوص. هذه الصوص تستعملوها يا لشي بارد تنحط على سلاد، يا تستعملوها لشي سخن، يعني بتحط الصوص مع الدجاج وخضرة بالفرن. يا بيرفكت. بدكم تستعملوا معلقة موتارد ومعلقة بلزمك، بس معلقة الموتارد بدها تكون مليانة، معلقة البلزمك بدها تكون فلات. وما تخافوا انكم تستعملوا موتارد ديجون لو انه حاد، هالحدية حتنكسر مع السويتنس تاعت الابل بلزمك. سو اي ريكومند ديجون، بس فيكم تستعملوا نص معلقة كبيرة ديجون ونص معلقة موتارد عادي. لانه دائما لازم يكون في تاتش، اخر تاتش هي انه نحط زعتر طويل، يعني مع الموتارد ومع الابل والمشروم. And add it to your favorite salad. Enjoy. Bye.